بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من المجالس التي يعقدها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند في المسجد الحرام في شهر رمضان من عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا حفظه الله: الحديث فيها عن استعمال وسائل منع الحيض فيما يتعلق بالنساء، وأيضا في حكم أخذ الدواء لإنزال الحيض، وذكرنا في هذه المسألة كلام أهل العلم، وجعلنا خلاصة الحديث أن استخدام هذه الحبوب التي إما أن تؤدي إلى قطع الحيض بحيث تؤدي المرأة النسب كنسك الحج والعمرة، أو تؤدي الصوم في نهاية رمضان، أن استخدام هذه الحبوب لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن تؤدي هذه الحبوب المانعة المفعول والمراد منها، بحيث ينقطع دم الحيض عن المرأة تماما في مدة استعمال هذه الحبوب، ولا يخرج معها شيء من النجاسة، فالذي يظهر والله تعالى أعلم جواز استعمال هذه الحبوب كما بينا في كلام أهل العلم، وأن جمهور أهل العلم على ذلك، خاصة إذا كان هناك مبرر شرعي كصيام شهر رمضان، لأن الذمة مشغولة به، فأداؤه في وقته لا شك أنه أفضل وأيسر. ولذلك تجد أن من يتعاطى هذه الحبوب في رمضان من النساء أنها تصوم الشهر كله وتقوم الشهر كله، وذلك أيسر عليها وأنشط لها في العبادة، وما دام أن هذه الحبوب تؤدي المفعول المراد منها ولا يصيبها ما يقلق نفسها في جهة العبادة، فإن جواز استعمال هذه الحبوب هو ما نص عليه جمهور أهل العلم. وكذا استعمال الحبوب التي تمنع الحيض مدة النسك لإكمال منسك الحج والعمرة، وهذا فيه خروج من خلاف بعض أهل العلم في مسألة طواف الحائض، لأن المسألة لا شك أنها على خلاف عند أهل العلم. ولذلك إذا أرادت المرأة أن تخرج من هذا الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب كما نص على ذلك أهل العلم، فإن أخذ هذه الحبوب واستعمال هذه الحبوب التي تمنع الحيض مدة النسب لإتمام منسك الحج أو العمرة لا شك أنه جائز، أو كان لاستعمال هذه الحبوب مبرر صحي يقرره الأطباء، فإذا انقطع عنها الدم ولم تر شيئا من النجاسة خلال استعمال هذه الأدوية، فإنها لا شك تأخذ حكم الطاهرة فتصلي وتصوم وتطوف وتقرأ القرآن، ولا شيء عليها في ذلك، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين نبينا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من مسائل الصوم التي يكثر عنها السؤال من النساء ما يتعلق بحكم أخذ حبوب منع الحمل لأجل ومنع نزول دم الحيض لأجل أن تبقى المرأة طاهرة فتصوم رمضان، ويأتي هذا أيضا في الحج أو في العمرة،
لأنها تريد أن تأخذ هذا النسك، ولا ينزل عليها ما يمنعها من الطواف بالبيت عند جماهير أهل العلم باشتراط الطهارة للطواف وهو الصحيح. فما حكم تناول هذه الحبوب المانعة من نزول دم الحيض، أو التي تؤخذ لمنع الحمل فتستمر عليها المرأة مدة شهر كامل حتى لا ينزل عليها دم الحيض، لأجل أن تتم صوم رمضان وتقوم لياليه، أو تؤدي الحج أو تؤدي العمرة؟ الجواب: جواز ذلك بشرط أن لا يكون هناك ضرر على المرأة من أخذ هذه الحبوب المانعة لنزول دم الحيض. والذي يقرر ذلك هي الطبيبة المختصة بأن تناول هذه الحبوب لا يضر هذه المرأة بعينها، فإذا كان كذلك لا ضرر فيها فالأصل الجواز، وليس هناك دليل يمنع من أخذ المرأة لهذه الموانع لأجل أن تصوم رمضان كاملا وأن تقومه كاملا، أو أن تؤدي الحج والعمرة ولم ينزل عليها دم الحيض. نعم. قال شيخنا حفظه الله: الحال الثانية ألا تؤدي هذه الحبوب المفعولة والمقصودة منها، أو تؤدي هذا المقصود بضعف بحيث يختلط الحيض على المرأة فقد يأتيها في غير مدة الحيض المعتادة ويختلف عليها لون دم الحيض ونحو ذلك، مما يوقعها في إشكالات كثيرة. وربما الذي يتعرض للأسئلة والفتاوى يجد مثل هذا النوع من بعض النساء، فالذي يظهر أنه يمنع من استعمال هذه الحبوب لأنها تفسد على المرأة مدة الحيض ومدة الطهر، وتفسد عليها بذلك العبادة في الصلاة والصيام والنسك ونحو ذلك. وأقول إن أكثر إشكالات النساء من هذا الباب، فقد ترى المرأة دما مستمرا لكنه يختلف عن دم الحيض، وقد يكون متقطعا، وقد ينقطع عنها الدم لكنها ترى صفرة أو قدرة أو نحو ذلك، وقد تراه أيضا في وقت حيضها المعتاد، وقد تراه خارج الوقت المعتاد، إلى غير ذلك من الإشكالات التي لا يمكن معها القطع بطهارة المرأة أو بنجاستها، وهل هذا حيض أم لا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلو كان للحيض وغيره مما لم يقدره النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان للحيض وغيره مما لم يقدره النبي صلى الله عليه وسلم حد عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما لم يحده دل على أنه رد ذلك إلى ما يعرفه النساء ويسمى في اللغة حيضا. ولهذا كان كثير من السلف إذا سئلوا عن الحيض قالوا: سلوا النساء فإنهن أعلم بذلك، يعني هن يعلمن ما يقع من الحيض وما لا يقع، انتهى. ولذلك فإن الذي يظهر أن استعمال الحبوب التي تكون بهذا المقصود الذي تؤدي إلى اضطراب عند الذي تؤدي التي تكون بهذا المقصود الذي تؤدي إلى اضطراب عند المرأة في خروج الدم من عدمه، ولا تؤدي هذه الحبوب المفعولة والمقصودة منها، ولذلك تجد أنها يختلط عليها الدم فلا تعرف دم الحيض من غيره، ولا يكون في وقت معتاد، ولذلك تكثر الأسئلة والإشكالات في هذا الباب. فالذي يظهر أنه يمنع من استخدام هذه الحبوب لأنها تفسد على المرأة مدة الحيض ومدة الطهر، وأن الواجب على المرأة أن تحتاط لعبادتها لصلاتها وصيامها ونسكها
وأن تبتعد عن أسباب ما يوقعها في الحرج والعنة والإشكال من جهة العبادة. ولا شك أن هذا الذي يجلب لها هذا الإشكال أو هذا الاضطراب من استعمال هذه الحبوب وهذه الموانع يمنع منه شرعا، لأنه يوقعها في إشكالات كثيرة من جهة عبادتها. بعض النساء إذا استخدمت هذه الموانع سبب لها اضطرابا في حيضها وفي مدته، فقد ينقطع لفترة يسيرة، وربما إذا انقطع لم ينقطع عنها القدرة والصفرة، وتكون أيضا في أيام الطهر ينزل عليها شيء من الدم. هذه الحبوب لا يحصل معها المقصود وهو المنع التام من نزول الدم، بل يضعف، لكن يستمر الإشكال هل هي حائض أم هي طاهر، لأنه لا يزال الدم ينزل معها متقطعا أو بشكل ضعيف أو نحو ذلك. فهذه المرأة التي يكون حالها عند استخدام هذه الموانع بهذا الأمر وبهذه الحال فإنها تمنع من أخذ هذه الحبوب، لأنها توقعها في الإشكالات، وكثير مما يرد على المفتين هو من هذا الباب، فتجد المرأة تضطرب عليها دورتها ويحصل معها إشكالات، فتقع في حرج وعنة ومشقة. الشارع يصون المرأة عن مثل هذه الأمور التي تحدث لها الاضطراب والإشكال في طهرها وفي عدم طهرها. فإذا كانت المرأة لا تمنع هذه الحبوب الدم مطلقا وإنما تسبب له ضعفا فينزل ضعيفا ثم تقع في إشكالات، فهذه تمنع ولا تأخذ هذه الحبوب التي تكدر عليها طهرها، فلا تعلم الطهر من أيام الحيض فتفسد بذلك وتؤثر مثل هذه الأمور على الصلاة والصيام والنسك ونحو ذلك. نعم. قال شيخنا حفظه الله: والناظر في حال النساء اللاتي يضطربن عند استعمال هذه الحبوب يجد أن الأصل أن تترك المرأة أن تترك المرأة على طبيعتها وجبلتها التي خلقها الله عليها، فإن هذا الأمر كتبه الله على بنات آدم، وهي مثابة مأجورة بصيامها، وأنها تركت ذلك امتثالا لأمر الله تعالى ولا شيء عليها في ذلك، فإن هذا الأمر مما تقتضيه طبيعة المرأة وما جبل الله سبحانه وتعالى عليه النساء من جهة وجود هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على صحابية وكانت معه في نسك الحج ووجدها تبكي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فكل ما يكون فيما يتعلق بقضاء الصيام على المرأة الحائض هو مما كتبه الله سبحانه وتعالى وفرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترك الصلاة إنما تتركها امتثالا لأمر الله تعالى ولا قضاء عليها، وهي مثابة لامتثال أمر الله تعالى في حال طهرها، كما أنها تمتثل أمر الله تعالى في حال حيضها. فهذه لا شك للنساء من جهة أن يعتبرن أن هذا الأمر هو جبلة ومما خلق الله سبحانه وتعالى النساء عليه. نعم، الأصل أن المرأة تبقي الأمور على طبيعتها وجبلتها، لأن مثل هذه العقاقير
تحدث اضطرابا في تركيب البدن، وربما أحدثت لها أوجاع وآلام واضطرابات وإشكالات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. فهي مأجورة على أنها امتثلت أمر الله، ما تركت الصلاة والصيام إلا لأن الله أمرها بذلك، وهي مأجورة مثابة، لها أجر من صام وصلى، لأنها إنما تركت ذلك لأن الله أمرها به، فهي مأجورة، لا يفوت عليها الأجر والثواب وفضل شهر رمضان ونحو ذلك. نعم. قال شيخنا حفظه الله: الصيام في البلد الذي يكون فيه الليل أطول من النهار أو العكس. سيكون الحديث في هذا اليوم عن الصيام في البلاد التي يكون فيها الليل أطول من النهار أو العكس، فإن الحاجة تدعو إلى إيضاح حكم الصيام في البلد الذي يكون فيها الليل أطول من النهار. هناك بلاد ربما لا يكون عندهم ليل ويومهم نهار كله في 24 ساعة، وهي الدول التي القطبية التي تكون على القطب، فهذه البلاد التي يكون فيها ليل كامل أو نهار كامل، ما حكم الصيام فيها وكيف للمسلم أن يصوم فيها؟ أو اللي يكون فيها الليل النهار طويل جدا تجاوز 20 ساعة، لم يبقى من اليوم إلا ربما أقل من 4 ساعات أو أقل من ذلك، من ساعتين أو ساعة، فكيف يكون الصيام؟ هذه هي المسألة التي نتناولها في هذا الحديث. نعم. قال شيخنا حفظه الله: فإن الحاجة تدعو إلى إيضاح حكم الصيام في البلد الذي يكون فيه الليل أطول من النهار، والناس محتاجون إلى بيان الأحكام المتعلقة بالبلاد التي يكون فيها الليل طويلا جدا أكثر من النهار أو العكس، أو ربما لا يكون إلا نهارا أو ليلا أغلب السنة، فهذه الأحكام مما يحتاجه جمع من المسلمين. وهذه الشريعة شريعة الإسلام جاءت بالكمال المطلق بحمد الله تعالى، والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله سبحانه وتعالى يقول: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه هذا القرآن. وقال في محكم التنزيل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة في كل الأحوال والبلدان والأزمان، وقد خاطب الله المؤمنين بفرض الصيام في البلدان كلها وفي الأزمان كلها، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبين الله سبحانه وتعالى ابتداء الصوم وبين انتهاءه، فقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولم يخصص المولى جل جلاله هذا الحكم ببلد دون بلد ولا بنوع من الناس، بل شرعه شرعا وعلما. والله جل وعلا لطيف بعباده، شرع لهم من الطرق واليسر والسهولة ما يساعدهم على فعل ما أوجب عليهم من تكاليف الشرع، فشرع للمسافر والمريض الفطرة في رمضان لدفع المشقة عنهما. يقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن شهد رمضان من المكلفين وجب عليه أن يصومه سواء طال النهار أم قصر، فمن عجز عن إتمام صيام اليوم وخاف على نفسه الموت أو المرض جاز له أن يفطر بما يسد رمقه ويدفع عنه الضرر، ثم يمسك بقية يومه وعليه القضاء قضاء ما أفطر في أيام أخر يتمكن فيها من الصيام. نعم، الشريعة كاملة شاملة صالحة لكل زمان ومكان، وهذا أمر متقرر في ديننا، أن ليس هناك حال ولا زمان ولا مكان إلا ويدخل في حكم الشريعة، ولا يند ولا يخرج عن أحكام الشريعة مسألة كائنة ما كانت. فمن ظن أن مسألة كانت هذه المسألة من نوازل العصر ومما حدث في زمن أو في مكان أو في حال أو في وقت ألا حكم لها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جهل هذه الشريعة. الشريعة كاملة، قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كامل وصالح لكل زمان ومكان وحال ووقت، وأيا كان الحادث الذي يحدث في الناس هناك حكمه في الشريعة، فما من نازلة تنزل بالمسلمين إلا وفي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي لها. وذلك من العلماء الذين يستنبطون الأحكام فينزلون الأحكام الشرعية على الوقائع، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولو الأمر الذين يعلمون الأحكام الشرعية، وإلى أولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم. فهؤلاء يستنبطون الأحكام، العلماء والمجتهدون يستنبطون الأحكام المناسبة للوقائع التي تقع للناس. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ومن عندهم ليل ونهار في ظرف 24 ساعة فإنهم يصومون النهار سواء كان هذا النهار قصيرا أم طويلا ويكفيهم ذلك ولو كان النهار. نعم، إذا كان هناك تمايز بين الليل والنهار فإن الواجب أن يصوم المسلم النهار ولو طال، لقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن اليوم الشرعي الذي يجب على المسلم أن يصومه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو اليوم الشرعي. فإذا كان هناك تمايز بين الليل والنهار فإن المسلم يصوم النهار ولو طال، إلا أن يكون هناك عنة أو مشقة أو ضعف يصيب الإنسان بسبب طول النهار فيتضرر بذلك، فإن الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا كان يخشى على نفسه الهلاك أو الضرر لبعض منافعه أو بعض أعضائه فإنه يفطر، لأنه يخاف على نفسه
الهلاك. أما إذا كان لا يخاف على نفسه فالواجب أن يصوم النهار حتى تغرب الشمس. نعم. قال شيخنا حفظه الله: أما من طال عندهم الليل أو النهار أكثر من ذلك 6 أشهر، أو يكون 6 أشهر نهارا و6 أشهر ليلا، فإنهم يقدرون للصلاة والصيام قدرهما، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حين خروج الدجال، حيث تحدث صلى الله عليه وسلم عن بيان مكثه في الأرض كم يمكث في الحديث الشريف: قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، اقدروا له قدره. فالصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اليوم الذي كسنة، أيكفيهم فيه صلاة يوم وليلة؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اقدروا له قدره. وهكذا اليوم الذي كشهر أو كأسبوع يقدر للصلاة بقدرها في ذلك. نعم. الحالة الثانية أن لا يتمايز الليل عن النهار. في بعض البلدان تكون 24 ساعة نهار أو 24 ساعة ليل، 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار، فيأتي رمضان ويكون اليوم كله لا تغرب فيه الشمس، لا تغرب فيه الشمس، فهنا لم يتمايز الليل عن النهار. كيف يصوم المسلم إذا كان اليوم كله نهار؟ هل يصوم اليوم كله؟ نقول لا، لأنه لا بد في اليوم أن يكون معه ليل، يكون نهار وليل، ما يمكن أن يكون اليوم كاملا إلا بنهار وليل، إلا بنهار وليل. فكيف يصوم من كان هذا حاله؟ أو ربما يكون الليل كله رمضان ما تطلع عليهم الشمس في ليل، وهذا واقع موجود في بعض البلدان. هؤلاء الذين لا يتمايز عندهم الليل والنهار يقدرون عدد ساعات النهار فيصومونها ثم يفطرون ولو كانت الشمس طالعة، ما ينظرون إلى غروبها لأنها لا تغرب. ودليل أنهم يقدرون لليوم قدره حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ولبثه في الأرض، يلبث الشيطان الدجال يبقى في الأرض 40 يوما، يبقى هذه المدة، لكن أيامه ليست سواء، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر الأيام كأيامنا. الصحابة من حرصهم على الصلاة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال دقيق، قالوا: يا رسول الله، اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صيام يوم وليلة؟ قال: لا، اقدروا له قدره. يكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. فالذي لا يتمايز عنده الليل والنهار يقدر ساعات يصومها. كيف يكون التقدير؟ بأقرب بلد إليه يتمايز فيها النهار عن الليل، أقرب بلد إليه يكون النهار فيها مثلا يصل إلى 20 ساعة، هو يبقى 20 ساعة ثم يفطر. إذا كان 19 ساعة، 19 ساعة كذلك يبقى هذه المدة ثم يفطر ولو لم تغرب الشمس إذا كان اليوم كله عنده نهار. ها
هذا هو الحكم الشرعي في من لا يتمايز عندهم الليل عن النهار، أن يقدروا للنهار قدره بالنظر إلى أقرب بلد يتمايز فيها الليل والنهار فيصومون بعدد الساعات التي يصومها أقرب بلد إليهم يتمايز فيها الليل عن النهار. نعم. قال شيخنا حفظه الله: وهكذا اليوم الذي كشهر أو كأسبوع يقدر للصلاة بقدرها في ذلك، وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في هذه المسألة وأصدر قرارا حكيما مؤصلا، وهذا نص السؤال الذي ورد إليهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة 13 المنعقدة في رمضان في شهر ربيع الآخر عام 98 و300 وألف للهجرة كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، المتضمن ما جاء في خطاب رئيس رابطة الجمعيات الإسلامية في مدينة مالو بالسويد، الذي يفيد أن الدولة يطول فيها النهار في الصيف ويقصر في الشتاء نظراً لوضعها الجغرافي، كما أن المناطق الشمالية منها لا تغيب عنها الشمس إطلاقاً في الصيف وعكسه في الشتاء، ويسأل المسلمون فيها عن كيفية الإفطار والإمساك في رمضان، وكذلك كيفية ضبط أوقات الصلوات في هذه البلدان، ويرجو معاليه إصدار فتوى في ذلك ليزودهم بها. وبعد هذا السؤال أجابوا بجواب مفصل مؤصل استدلوا فيه بأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقلوا عن علماء المسلمين ما يوضح جوانب عن هذه الإجابة ومما جاء في إجابتهم. أولا، من كان في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس، إما أن نهارها يطول في الصيف ويقصر في الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا لعموم قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولقوله سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولما ثبت في حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن وقت الصلاة فقال له صلى الله عليه وسلم: صل معنا هذين، يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره أن يقيم الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة آخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم بينما رأيتم. والحديث رواه مسلم. ومن أهم المسائل في هذه البلدان مسألة الصلاة. هؤلاء الذين لا تغرب عندهم الشمس كيف يصلون؟ وهم لم تغرب عندهم الشمس فكيف يصلي المغرب؟ كيف يصلي العشاء؟ نقول: هؤلاء يقدرون وقت الصلاة، فيصلون الفجر بعد طلوع الفجر إذا كان يطلع عندهم الفجر، ثم يبقون ساعات بعدد ساعات أقرب بلد إليهم يتمايز فيه الشمس يتمايز فيه النهار عن الليل، ثم يصلون الظهر،
ثم يقدرون وقتا بين الظهر حتى صلاة العصر بما يكون في أقرب بلد إليهم. ثم كيف يصلون المغرب؟ الشمس لا تغرب. نقول يقدرون الوقت بين العصر إلى الوقت الذي يصلون فيه المغرب بعدد ساعات التي تكون بين العصر والمغرب في أقرب بلد إليهم يتميز فيها الليل عن النهار، وكذلك صلاة العشاء بهذا الاعتبار. فلا بد أن يصلوا 5 صلوات في 24 ساعة، لا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصلاة تكون 5 صلوات في اليوم والليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، فهي 5 صلوات في اليوم والليلة، في 24 ساعة يكون 5 صلوات هكذا. نعم. قال شيخنا حفظه الله: تطرقنا في الحديث عن الصيام في البلاد التي لو تنتقل اللي بعدها المرض المبيح للفطر، لأن هذه مسألة انتهت وضحناها. أحسن الله إليك. قال شيخنا حفظه الله: المرض المبيح للفطر. من المسائل المهمة التي تعرض للصائمين إذا اشتكى الإنسان من مرض، هل هذا المرض يبيح له الفطر أو لا يبيح له الفطر؟ أي مرض يجوز معه الفطر؟ ما حد المرض؟ وما مقدار المرض المبيح للفطر؟ نعم. قال حفظه الله: الصوم حكم وأحكام، الله تعالى جاء بدين عظيم وشرع متكامل لجميع شؤون الحياة ومقوماتها، شرع لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، شرع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، حد الله سبحانه وتعالى فيه لعباده حدودا، هذه الحدود منضبطة وواضحة لا يتعداها إلا الظالمون، كما قال سبحانه: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن نواه ومحرمات، وفرض عليهم فرائض وواجبات، ولعلم الله سبحانه وتعالى بالعوارض التي تعرض لعباده ورحمته بهم وتيسيره عليهم، كما قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم، فقد أناط فعل الواجبات بالاستطاعة، كما قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وترك المحرمات وانعدام الحاجة والضرورة، كما قال سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فله جل وعلا عظيم الشكر والامتنان على هذا الفضل الواسع. ومن جملة ما أوجبه الله جل وعلا على عبيده صوم شهر رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. ولما كان العبد ضعيفا لا يخلو من أسقام الحياة وأمراضها التي كتبها الله تعالى على عباده، مما لا يستطيع معه القيام بهذا الواجب في بعض الأحوال والأعراض، فقد أباح له الشارع الإفطار وقضاء أيام رمضان في غير شهر رمضان، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومع هذه الرخصة الشرعية يحصل لعدد من المرضى القدرة على الصيام والاستغناء عن الطعام والشراب مع تعاملهم بالدواء الذي اختلفت صوره وأشكاله،
وطرق الذي اختلفت صوره وأشكاله وطرق تعاطيه في العصر الحديث، مما حير المريض في سلامة صومه مع تناوله للدواء، وأصبح بحاجة إلى من يبين له الحكم الشرعي اللائق بنفسه وحاله. وقد بات الأمر بجواز الإفطار من عدمه، وتحديد ما يدخل في ذلك وما يند عنه من المسائل التي كثر الخلاف فيها وانتشر لأسباب عديدة، من أبرزها ندرة وجود دراسات أو جهات تشترك فيها الخبرة الطبية مع العلم الشرعي حتى تخرج الأحكام والفتاوى والقرارات بتأصيل علمي ناضج مبني على أسس شرعية ودراية طبية عملية، مما يتعين معه على أهل العلم والفقه والرأي أن يسهموا في حسم هذه المسائل أو تضييق فجوة الخلاف فيها بين الفقهاء والباحثين والمفتين. ولذلك فإن مما يلزم بيانه سيما فيما يتعلق بالأضرار التي تبيح الفطرة أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الآية العظيمة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم، اليوم بعض المرضى مع اكتشافات المرض وهذه الأمراض العصرية يحتار هل يصوم أو لا، خاصة أن بعض الأطباء ربما ينصح مرضاه بعدم الصوم، والمسلم المنصوح من الطبيب يقول أنا أستطيع الصوم ولا يتعبني هذا الصوم، فهل أفطر أو أصوم؟ وهل إذا صمت يصح صومي؟ وبالعكس أيضا، ربما بعض الناس عند وجود المرض خاصة الأمراض المزمنة المستمرة مع الإنسان كمرض السكري ونحوه يقول أنا أفطر لأني في حكمي المرضى ومعدود من أصحابي المرضى لأني أتناول علاجا، فهل له أن يفطر أو لا؟ نعم. قال شيخنا حفظه الله: الآية نص واضح في أن المريض من أصناف المعذورين من الصيام وجواز قضائه بعد حين، وليس هذا محل خلاف أو إشكال، وإنما المقصود هل كل مريض يباح له ذلك؟ ظاهر الآية الكريمة أن كل من شمله مسمى المرض هو كذلك، حتى ولو كان وجع الإصبع، وهو ما ذهب إليه أفراد من السلف كعطاء وابن سيرين وغيرهما، إلا أن هذا الظاهر غير مراد بالتأكيد كما تتابعت عليه أفهام جماهير السلف والعلماء. فقد ذهب جمع من السلف إلى أن المرض الذي لا يطيق صاحبه معه القيام لصلاته هو المرض المبيح للفطر، وذهب آخرون إلى أنه كل مرض كان الأغلب من حال صاحبه مع الصوم أن يزيد في علته زيادة غير محتملة فهو المرض المبيح للفطر، فليس كل مرض يباح معه الفطر. كما نعم، بعض أهل العلم قال مجرد انطباق اسم المرض على هذا المريض يجوز له الفطر، لأن الله جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأكثر أهل العلم والذي ذهب إليه جماهير السلف والخلف من العلماء أن المرض المبيح للفطر هو الذي لا يطيق صاحب هذا المرض
الصيام، لأنه لو صام لزاد مرضه. هذه الحالة الأولى، لو صام ازداد المرض معه. والحالة الثانية، قد لا يزيد المرض لكن يتأخر البر والشفاء للمرض، فهاتان الحالتان يجوز معهما الفطر في نهار رمضان. بعض أهل العلم قيده بأن المريض الذي يباح له الفطر الذي لا يستطيع القيام للصلاة، إذا عجز عن القيام للصلاة فهو في حكم المريض الذي لا يستطيع الفطر، لا يستطيع الصيام فيباح له الفطر. ولكن تقييده بأنه المرض إذا صام الإنسان زاد مرضه واشتد عليه وجعه فهذا يفطر، يجوز له الفطر، بل الأفضل في حقه الفطر، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الحالة الثانية، إذا كان الصيام لا يزيد في مرضه لكن يؤخر أيام الشفاء والبر، فكذلك هذا الصيام في ما يسبب زيادة أيام البر والشفاء يبيح لهذا المريض أن يفطر. نعم. قال شيخنا حفظه الله: فليس كل مرض يباح معه الفطر، كما أنه ليس كل مرض يباح معه التيمم. ولذلك قال الشافعي، وهو من هو في الفقه واللغة: المرض اسم جامع لمعان لأمراض مختلفة، فالذي سمعت أن المرض الذي للمرء أن يتيمم فيه الجراح. انتهى. قال شيخنا حفظه الله: فهذا التقرير نفيس جدا، يبين أن المرض له إطلاق واسع، وليس المراد بإطلاق الشارع له كل ما يجمعه اسم المرض من معنى، وإنما المراد المعنى الذي تحققت فيه العلة التي من أجلها أباح الشارع الرخصة فيه. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله: المرض لا ضابط له، فإن الأمراض تختلف، منها ما يضر صاحبه الصوم، ومنها ما لا أثر للصوم فيه، فلم يصلح المرض ضابطا، وأمكن اعتبار الحكمة وهو ما يخاف منه الضرر، فوجب اعتباره بذلك. انتهى. قال شيخنا حفظه الله: فالتحقيق أن من كان الصوم يجهده جهدا غير محتمل، سواء بتأخير برئه أو بزيادة مرضه، فله الإفطار وقضاء عدة من أيام أخرى، وذلك بأنه إذا بلغ ذلك الأمر به هذا المبلغ ولم يؤذن له في الإفطار فقد كلفناه عسرا أو منعناه يسرا، وذلك خلاف ما أخبر الله به في الآية نفسها في قوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه الآية جاءت في معرض الأمر بالصيام، فإن الله سبحانه وتعالى عندما فرض صيام الشهر فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قال بعدها مباشرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإن هذه الشريعة مبنية على اليسر لا على العسر. أكمل. فالله تعالى أراد بنا اليسر، صحة التي بعدها. نعم. فالله تعالى أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر. وأما من كان الصوم لا يجهده فإنه بمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم، فعليه أداء فرضه وصوم الواجب في وقته، والإجاب له بهذا ليس فيه عسر، بل إن هذا مما يتيسر له، كما أن إباحة الفطر له ليس فيه مزيد يسر، وهو المعنى الذي لأجله أباح الشارع للمريض الترخص في الإفطار، وبزوال العلة يزول الحكم.
قال ابن قدامة رحمه الله: المرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه. هذا الضابط الذي وضعه هذا العلامة الجهبذ الفقيه العلامة ابن قدامة رحمه الله قوي ويضبط المسألة، فقد قال رحمه الله: المرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤه أو تباطؤ برئه. إذن المرض المبيح للفطر هو الشديد. ما هو؟ كيف نعرف أنه شديد؟ الذي يزيد بالصوم، لو صام زاد المرض، أو يخشى تباطؤ برء المرض إذا كان الصوم يزيد في مدة البرء من المرض والشفاء من المرض، فهذا مرض يبيح الفطر. هذه قاعدة نفيسة وضابط واضح في المرض المبيح للفطر في نهار رمضان. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ويلحق به الإنسان الصحيح ويلحق به الإنسان الصحيح، لكن يخشى المرض فيما لو صام. قال ابن قدامة رحمه الله: والصحيح الذي يخشى المرض بالصيام كالمريض الذي يخاف زيادة المرض في إباحة الفطر، لأن المريض إنما أبيح له الفطر خوفا مما يتجدد بصيامه من زيادة المرض وتطاوله، فالخوف من تجدد المرض وتطاوله في معناه. هذه مسألة دقيقة جدا ومهمة، أنه يلحق بهذا الضابط الدقيق للمرض المبيح للفطر الإنسان الذي هو صحيح معافى ليس بمريض، لكنه لو صام مرض بسبب الصوم. مثال ذلك: إنسان يتناول، مطلوب منه أن يتناول سوائل في أوقات متقاربة، هو صحيح ليس عنده مرض قائم به، لكن لو صام مرض فهذا يباح له الفطر. ولذلك قال ابن قدامة: والصحيح الذي يخشى المرض بالصيام كالمريض الذي يخاف زيادة المرض في إباحة الفطر. نعم. قال شيخنا حفظه الله: وهنا تنبيه، ليس خشية المرض على إطلاقها بالتأكيد، بل المقصود حصول يقين أو ظن غالب بحصول المرض. كيف نحصل على اليقين أو بالظن الغالب؟ بالتقرير الطبي من الأطباء، وليس من تقرير نفسك أنك أيها الصحيح لو صمت لا وقعت في المرض بسبب الصوم، هذا يقرره الطبيب الكفؤ. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ولذلك فإن هذا التقرير أحسب أنه كاف، وإن كان في البحث زيادة مستزيد، ويحتمل أن نشقق المسألة إلى تحديد ضابط المشقة التي يباح معها الصيام، وإن كان ضابط مثل ذلك لا مطمع فيه، إذ ليس بالوسع اعتماد حد في ذلك، وما ذاك إلا أن الشارع الحكيم لم يقصد، والله تعالى أعلم، تحديد ذلك، فلم نتكلف ما لا يكلفنا الله تعالى به. يؤيد ذلك أن جملة من التخفيفات الشرعية قد أقام الشارع فيها السبب مقام العلة، مما يؤكد أن المشقة المعتبرة في التخفيفات ليس لها ضابط مخصوص ولا حد محدود يطرد في جميع الناس. عدم وضع ضابط من الشارع
بصريح النص رحمة من الله، لأن أحوال الناس تختلف والناس متفاوتون، ليسوا كنفس واحدة، والأزمان تختلف والأوقات تختلف والبلدان تختلف، ولذلك من رحمة الله أن أباح الفطرة للمريض وجعل هذا الأمر راجع لاعتبار الضوابط التي يقررها العلماء بحسب أحوالهم وأحوال الناس والأزمان والأماكن، وإلا الله جل وعلا على كل شيء قدير، وهو الحكيم العليم الخبير بما يحتاجه الناس، ولم يترك الناس بلا حكم، لكن هذا من رحمة الله جل وعلا في تقدير المرض المبيح للفطر. نعم. قال شيخنا حفظه الله: فكانت الرخصة إضافية بالنسبة إلى كل مخاطب بنفسه. الرخصة إضافية بالنسبة إلى كل مخاطب بنفسه. نعم. بمعنى أن كل أحد في الأخذ بالرخصة فقيه نفسه، ما لم يحد فيها بحد شرعي فيقف عنده، فالواجب على العالم والفقيه والمفتي أن يبين حكم الله للعامي والسائل، وأن يفهمه حدود الرخصة الشرعية، وأما ما وراء ذلك فليس من مهمته، إذ إن السائل يكون دينه فيما بينه وبين الله في دخوله، سواء في الحال أو الزمان أو المكان، في حدود الرخصة، وهو ما يسمى عند الأصوليين بتحقيق المناط. وخلاصة ما تقدم أن المريض الذي يباح له الفطر له أحوال: أولا، المريض الذي لا يطيق الصوم بحال ولا يقدر عليه فهذا غير مكلف به، وينبغي أن يكون حكم مثل هذه الحال من المعلوم بالضرورة من العامي قبل العالم. قال الشاطبي رحمه الله: قد وقع الإجماع على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع في الشريعة، الفطر في حقه حق لازم. قال ابن العربي: المريض الذي لا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر واجبا، ولو صام فأضر نفسه، فلا أتورع عن القول بتأثيمه وظلمه لنفسه لتعديه وتفريطه في المحافظة على صحته وجسده. ثانيا، المريض الذي يقدر على الصوم لكن بجهد وكلفة ومشقة بحيث يتأخر برؤه وشفاؤه. والثالث، الذي يزيد مرضه ويتضاعف. والرابع، الصحيح الذي يخشى بصيامه المرض خشية جازمة أو غالبة. هؤلاء الثلاثة مما يشملهم معنى المرض المبيح للفطر، وحكمهم حكم العاجز عن الصيام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي لم يكتفي الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر، بل متى كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز في مواضع كثيرة من الشريعة انتهى. أما المريض الذي لا يجد عسرا أو حرجا في صومه فالصوم في حقه واجب، وما به من مرض لا يبيح له الفطر، وهذه قاعدة ضابطة في ذلك. القاعدة: المشقة المحتملة المعتادة، فإن لم تكن كذلك جاز معها الفطر مع المشقة، إذ كثير من العبادات لا تنفك من المشقة المعتادة التي تحتمل، وهذا ليس مناط الأخذ بالرخصة، إنما مناط الأخذ بالرخصة المشقة غير المحتملة، فإن المشقة غير المحتملة من أسباب الأخذ بالرخصة. ولذلك فالجواز واللزوم متناسب مع شدة المشقة وخفتها، فكلما زادت المشقة زاد لزوم الفطر. قال الشافعي رحمه الله: والحال التي يترك بها الكبير الصوم أن يكون يجهده الجهد غير المحتمل، وكذلك المريض والحامل،
وإن زاد مرض المريض زيادة بينة أفطر، وإن كانت زيادة محتملة لم يفطر، انتهى. هنا تبينت القاعدة وتبين الضابط في المشقة التي إن كانت محتملة ومعتادة فإنه لا يجوز الفطر مع هذه الحال، وإن كانت غير محتملة وليست معتادة وزاد المرض بها أو خشي أن يزيد المرض بها فإن ذلك من أسباب الفطر. نعم، هذه القاعدة واضحة. إذا كان هناك مشقة غير معتادة وغير محتملة فإنه يجوز له أن يفطر إذا كان الصوم يزيد من مرضه أو يؤخر برعه أو أنه صحيح، لكن لو صام مرض فإنه يجوز له الفطر. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا الفقه في دينه ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.